محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد المليح صاحب المقام واللسان الفصيح وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المحبين، أيها المشتاقين لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشار الأستاذ الكريم النقيب سيد بركة نبيل على دأب الشرفاء العلويين العالميين على الوقوف دائما مع إخوانهم من طنجة إلى الجويرة، هذا الترابط والتلاحم في السراء والضراء. وأنتم لاحظتم وسمعتم إلى فقهاء الضريح وحفظة القرآن الكريم الذين خصصوا آيات من الذكر الحكيم وكذلك ذكر الاسم المفرد واللطيف تضامنا مع إخوان الذين قضوا في حادثة الزلزال في منطقة الحوز. بهذه المناسبة نرفعوا الزلزال بالمغفرة. وهذا دأبنا مع مولانا السلطان سيدي محمد السادس حفظه الله على منواله ومنهجه في التعامل مع الأحداث الوطنية. ويمكننا القول في أن هذه الليلة هي ليلة مباركة وعظيمة جدا، حيث سنستغل فيها فرصتان. الفرصة الأولى هو هذا إحياء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استمعنا إلى هذا المديح الذي كله إشارات بالغة إلى قيمة سيد الخلق أجمعين. هو المناسبة شرط، وهو اختتام لهذا الذكر الذي ابتدأت به الطريقة والمحبين، سيكون اليوم بحول الله تعالى خاتمة خير وفي ميزاني وحسناتي الذين قضوا في هذا الزلزال. اللهم اشملهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ما قرأناه من الذكر الحكيم ومن هذه السيرة النبوية أن يجعل في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. أعود إلى النقطة الأولى وهو ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تعجز الألسن وعجز كذلك الشعراء. جاءت ملك محمد صلى الله وكذلك لما اختتم لطيف وترحم على الإخوان اللي قدر الله براهم وداهم شهداء في جنة إن شاء الله. فهذه الليلة ليلة مبروكة، ليلة ديال المحبة، ليلة ديال التراحم، وطبعا ليلة للقلوب المجموعين. فالليلة مباركة على جون من المغرب ومن أفريقيا ومن كل أنحاء، فكل المجموعين في الخير إن شاء الله بإذن الله. والآن أعطي الكلمة لأستاذنا المحترم، تفضل. شكرا أستاذ عزيزي.